مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي مباراه الاهلي وبلديه المحله في اطار مباراه الجوله 22 من الدوري المصري الممتاز. مباراه بتطابق غايه في الصعوبه، خاصه انها الظهور الاخير لبطل مصر وافريقيا النادي الاهلي قبل خوض نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي يوم السبت المقبل باذن الله رب العالمين. على الجانب الاخر طبعا بلديه المحله واقترابه من مراكز الهبوط، خاصه بعد نتائج الانديه المنافسه ليه في مزايله الجدول. النادي الاهلي يمكن استعد بشكل سريع ومكثف لهذه المباراه بتدريبين فقط عقب مباراه الاتحاد واللي فاز فيها النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف واحد. كان يوم الاربعاء كان التدريب الاول، مستر مارسيل كولر ابتدى التدريب بمحاضره فيديو للاعبين، اتكلم فيها عن كل النقاط الفنيه والمواقف الفنيه في مباراه الاتحاد، ومن بعدها المجموعه الاساسيه اللي لعبت ماتش الاتحاد خد التدريب استشفائي في الجيم الخاص بالنادي الاهلي داخل مقره الرئيسي بالجزيره، وبقيه اللاعبين خدوا مران قوي جدا. يوم الخميس مستر مارسيل كولر منح اللاعبين راحه من التدريبات، امس الجمعه اختتم الفريق استعداده لمباراه اليوم امام بلديه المحله. المران ابتدى بمحاضره فنيه في ارض الملعب لمستر مارسيل كولر، من بعدها بعض التدريبات البدنيه الخفيفه ثم تدريبات الكره، واختتم المران ببعض الجمل التكتيكيه والخططيه اللي ان شاء الله ينفذها النهارده في المباراه. بعدها على طول اعلن مستر مارسيل كولر قائمه من 21 لاعب لاستعداد لمباراه اليوم والدخول في معسكر مغلق هنا في مدينه كفر الشيخ، والتي تعبر بالضبط يعني عن ملعب المباراه ملعب استاد غزل المحله تقريبا 45 دقيقه حالا. يعني يا كابتن ايمن يمكن يعني القائمه بتشهد عوده ياسر ابراهيم اللي غاب للاصابه منذ فتره طويله، وطبعا شهدت غياب عدد كبير جدا من اللاعبين سواء للاصابه او الايقاف او عدم الجاهزيه الفنيه. النادي الاهلي يمكن وصل هنا مدينه كفر الشيخ بالامس في تمام التساعه والنصف مساء، يمكن مستر مارسيل كولر اول ما وصل على طول عمل ميتنج للاعبين في المكان المخصص هنا داخل فندق الاقامه، بعدها تناول الجميع وجبه العشاء ثم خلد الجميع للراحه. النهارده ابتدينا يومنا يعني مبكرا في فندق الاقامه، تناول وجبه الافطار الساعه 11 الصبح، من بعدها على طول التدريب الخفيف داخل فندق الاقامه الساعه 12، الساعه 3 تناول الجميع وجبه الغداء، وحالا دلوقتي انا محرك دلوقتي للمحاضره الفنيه والرتوش الاخيره على خطه المباراه. نتمنى طبعا التوفيق لمستر مارسيل كولر في اختيار التكتيك او الاستراتيجيه الانسب والتشكيل المثالي لهذه المباراه، وبالطبع نتمنى التوفيق للاعبين في التنفيذ في داخل المستطيل الاخضر. كمان بتمنى التوفيق لطاقم حكام المباراه النهارده بقياده محمود ناصف احد الحكام الشباب 30 سنه بالمناسبه من منطقه كفر الشيخ، من هنا من منطقه الكره بمحافظه كفر الشيخ، وبيعاونه هان عبد الفتاح مساعد اول، احمد عبد المنعم شعبان مساعد ثاني، نادر قمر الدوله حكم رابع، طارق مجدي على تقنيه الحكم الفيديو المساعد، ويعاونه مصطفى عثمان. الجدير بذكر كابتن ايمن النهارده النادي الاهلي باذن الله هيظهر بزيه البديل الاسود بالكامل، طبعا نظرا لاختلاف بلديه المحله الزي الاحمر في الابيض. كمان عاوز اشيد هنا بجماهير كفر الشيخ اللي استقبلت النادي الاهلي احسن استقبال ويمكن استقبال اكثر من رائع، كانوا متفاهمين طبعا توفير الهدوء للفريق فساعدوا في ده كتير جدا، فطبعا بنشكرهم على حسن وحفاوه الاستقبال النادي الاهلي. كمان بنشكر دور رجال الامن هنا ووزاره الداخليه اللي موفرين كل سبل الراحه والتامين المناسب لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله مع يعني هتحركوا معانا من هنا من مدينه كفر الشيخ وصولا لاستاد غزل المحله باذن الله رب العالمين. دعواتك بقى كابتن ايمن ودعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق باذن الله، واضافه ثلاث نقاط جديده في رحله بطل الدوري التاريخي، وان شاء الله باذن الله نوصل للقب الرابع والاربعين. دي كانت كل اخبارنا واجواءنا من هنا من مدينه كفر الشيخ، كلمه ليك كابتن ايمن وزيد من الاخبار والارقام والتحليل والمتعه.